ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. تحياتي لك دكتور عبد المنعم، وجهود حثيثة تقوم بها الدولة من أجل تنمية الشأن الداخلي للدولة، كيف ترى كل هذه الجهود في ظل كل التداعيات التي تؤثر على العالم من حيث الاقتصاد أو الحروب السياسية؟ بلا شك الدولة المصرية في الوقت الحالي بتحاول انها يعني تقوم باعمال تنمويه داخل الدوله المصريه بشكل كبير في كافه القطاعات. النهارده نحن نتحدث عن قطاع الصناعه، مصر النهارده قامت باعداد اكثر من 17 مجمع صناعي وثلاث مناطق صناعيه في اقل من 5 سنوات، حتى ان البنك الدولي اشاد امس في تقرير صادر لي بالمناطق الصناعيه التي تمت انشائها في مصر في وقت قصير جدا. ايضا التسهيلات التي تقدم للساده المستثمرين، وان كنا نحتاج لاكثر من مزيد من التسهيلات للمستثمرين واعطاء لهم حوافز استثماريه، خاصه نحن في وقت نحتاج الى جذب مزيد من الاستثمارات لزياده العمله الاجنبيه او زياده الحصيله الدولاريه التي تحتاج اليها الدوله المصريه. ايضا في كافه القطاعات، لو تحدثنا عن قطاع الزراعه، التوسع في الاراضي الزراعيه، نفس الحال في القطاع التنموي الخاص بالخدمات الاتصالات والخدمة التكنولوجية، يمكن ساهم أو زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي المصري بأكثر من 5%، وبالتالي النهاردة أيضا كل ده بيصب في زيادة حجم الصادرات المصرية اللي زادت خلال عام 2022 لأكثر من 25%، حتى أنه وصل حجم الصادرات المصرية 53.8 مليار دولار، وأكثر من عام 2021، رغم طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم ما للحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية في ظل كل هذه التداعيات التي تمر بها كل دول العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال اليوم في كلمته أنه في ظل كل التعاملات السيئة الاقتصادية أو السياسية، كان شغلنا الشاغل هو التخفيف عن كاهل المواطن والأسرة المصرية الأولى بالرعاية. كيف ترى كل هذه الجهود التي قامت بها الدولة من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري والأسرة الأولى بالرعاية؟ المشهد العالمي في حالة من التعقيدات أو حالة من الارتباك الموجودة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا المشادات والمشاحنات ما بين الصين وتايوان من ناحية، وأيضا زيادة حجم التضخم وزيادة معدلات الأسعار العالمية، ومصر دولة مستوردة، فبالتالي فاتورة الاستيراد عندنا زادت وتحركت من 70 مليار دولار إلى أكثر من 87 مليار دولار، وده رقم كبير جدا. طب الدولة المصرية النهاردة عشان تقلل معدل التضخم أو معدلات الزيادة اللي أتت إلينا من الخارج نتيجة الاستيراد، قامت بجزئين أو بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو تخصيص 130 مليار جنيه في الموازنة العامة المصرية، الهدف منهم مجموعة من العوامل أو مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها الدولة، سواء كانت برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات ل 3000 جنيه، ايضا زياده المعاشات الضمان لاكثر من 2000 جنيه، ايضا المساعدات اللي تم تقديمها في شكل بطاقات التموين، وايضا مجموعه من الاجراءات زياده بند تكافل وقوامه اللي كان بيغطي اكثر من 3.5 مليون مواطن، 3.5 مليون اسره، النهارده تجاوز 4.6 مليون اسره، يعني في حدود 25 مليون مواطن، زياده الحصه الخاصه ب أو المبالغ الموجهة لبرنامج تكافل القوامة اللي تجاوزت 25 مليار جنيه، كل دي إجراءات قامت بها الدولة، الهدف هنا تخفيف أو تقليل حدة التضخم العالمي، بحيث يبقى بالفعل في تضخم في مصر وفي زيادة في الأسعار في مصر، ولكن على الأقل حاولت الدولة تقلل قيمة أو نسب التضخم مقارنة بما يتم حاليا في السوق العالمي في الدول، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.